بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فتيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مجمع أهالي المحرق للمناسبات في منطقة الساية بمحافظة المحرق. وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الأوقاف السنية أن هذه المكرمة الملكية السامية تعكس إنجازات 25 عاما من عهد جلالة الملك المعظم الزاهر بالرعاية والاهتمام بالمشاريع التنموية ودور العبادة. تنفيذا للتوجيه الملكي السامي، وفي نطاق رؤية عاهل البلاد المعظم الهادفة إلى تطوير مدينة المحرق، افتتح مشروع مجمع المحرق الحديث للمناسبات الاجتماعية. هذا المشروع الذي سيخدم أبناء محافظة المحرق ليمكنهم من إقامة مناسباتهم، وسيمثل منطقة لتجمع الأهالي في مختلف المناسبات الاجتماعية. اليوم تشرفت بالحضور في افتتاح صالة أهالي المحرق. طبعا هذه الصالة بنيت بأمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وأكيد إحساسه بمسؤولية وجود هذه الصالة في منطقة المحرق وتخدم أهالي المحرق. هذه كل أهالي المحرق يشكرون على هذه البادرة الطيبة. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه الصاله من احدث الصالات واجمل الصالات. تعد هذه الصاله من افضل الصالات في مملكه البحرين، وهي بامر سامي من سيدي حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم امر بانشائها لاهالي المحرق الكرام، واهل المحرق يستحقون ذلك ويستاهلون ذلك، وليس بغريب على سيدي صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم. وأيضا الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي تابع مراحل إنشاء هذه الصالة من أولها إلى ساعة افتتاحها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في دعمه وجهده وبذله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الصالة صالة خير وأفراح ومحضن للمحبة والألفة تجتمع عليها قلوب أهل محافظة المحرق وغيرهم. هذا الصرح التنموي سيحمل في طياته العديد من الأهداف النبيلة تجاه أهالي المحرق وما تشهده مدينة المحرق من مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات، الأمر الذي ساهم في تطوير مختلف مناطق المحرق وتنميتها بصورة مستمرة. كما تتوفر في هذا المشروع مواصفات الهندسة المعمارية الإسلامية المتطورة بما ينسجم مع الإرث الحضاري المعماري الذي حافظت على عراقته مباني مدينة المحرق. اليوم طبعاً تحتفل محافظة المحرق بافتتاح هذه القاعة اللي أمر فيها جلالة الملك الله يحفظه. يعني كان حلم لأهالي المحرق واليوم أصبح حقيقة، وهي القاعة دي اللي تشرف باستقبال جلالة الملك الله يحفظه في أول زيارة لجلالته لأهالي محافظة المحرق، وإن شاء الله تقام فيها الأفراح والمسرات بإذن الله قريبا جدا، وهي مكتملة المرافق. حرصنا أن تكون صالة نموذجية للبحرين نفسه. طبعا الصالة منقسمة إلى ثلاثة أقسام أساسية. قسم بيكون يتبع حق المؤتمرات الخاصة بالجهات الحكومية اللي موجودة في المحرق، والأجزاء الثانية بتكون حق المناسبات والحق الأفراح. ونادي المحرق للأمانة قام بدور رئيسي في متابعة كل هالأمور والحرص على ظهور الصالة بالوضع اللي هي فيه اليوم. هذا المجمع شيد بمكرمة ملكية يضم ثلاث صالات متتابعة بالإضافة إلى المرافق الأخرى الضرورية للمشروع، ومن بينها المحلات التجارية المخصصة للخدمات. في نطاق رؤية جلالة الملك المعظم الهادفة إلى تطوير مدينة المحرق على الصعود كافة، يأتي افتتاح مجمع صلاة أهالي المحرق للمناسبات مواكبا للمشاريع التنموية العديدة والعمرانية الواسعة التي تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.